على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن انطلاقة وتحدي أشواطنا في هذا المساء. ناخذ البداية وناخذ المركز الأول، نذكر بالتوقيت الأفضل تحت أقدام أيضا سحاب للسيد محمد بن أحمد بن حكوي، حيث أن سجل دقيقتين 13 ثانية، هو نجمي هذا المساء، نجمي هذه الأمسية حتى هذه اللحظة. ناخذ بداية هذا الشوط الشامخ، سلطان بن علي بن ميرين يقدم لنا الشامخ بشموخ الكبار، المركز الثاني، ثاني المراكز، نتأخر ونرى رغم المركز الثاني الواصل في شاهين للسيد الشدي بن حماد الكتبي على المركز الثاني، أما المركز الثالث أيضا للسيد الشدي بن حماد أيضا حامل رقم 64، المركز الرابع أنا للسيد محمد بن يوعان، ولكن البداية المقدمة ما شوف الأرقام نقعد فوقها هناك على المقدمة والصدارة، البداية الأولى، المركز الأول هناك على القيادة يوسلوم يا الشامخ، الشامخ لازال الشامخ على البداية على المركز الأول. سلطان بن ميرين يقدم حضور أبو علي على الصدارة، سلطان بن علي بن ميرين، الله شاهين بالمحاولة، شاهين بالمحاولة، الشامخ وش شاهين، الشامخ وشاهين، الرقص الثنائي، الرقص الثنائي، الشامخ وشاهين، شاهين تسلل على البداية، تسلل على المقدمة، خذ المركز الأول للسيد الشدي بن حماد الكتبي أبو أحمد يقدم حضوره. سلام يا الهير سلام، أسعد الله مساكم بكل خير، تهانينا والناموس للسيد الشدي بن حماد على هذا الانتصار، المركز الثاني للسيد سلطان بن علي ميرين، المركز الثالث للسيد الشدي بن حماد. أما التوقيت الزمني دقيقتين 17 ثانية.